بدأت الموسم والله نبدأ من حصني الشيخ يا حسين حصني أول مرة إذا عندنا حظ ضبط صابوي ما فرحان بنفسي شو؟ الله شوف صابوي ترجع ما فرحان بنفسي أبد مو؟ أشكرك أحمد إبراهيم أشكرك إيش كنا عليك سلخ اللبي شكرا ميسي حبيبي يا مولي أنت أكيد فرحان يا قرن آه لا الجنة عزيمة من العزيمة بعد عناء طويل وملحة صار لنا بس حتى لك المرة صار لك الله وكيلك الغرام من تظري سن كان وحسن مناك من اسمه شلون يفتر هذا؟ ايهاب لا بحكي ايهاب بعد عناء طويل احلى حزينة الشيخ الحوم احلى ايموني بعد عناء طويل قدرنا لا احكي لا تستحي نقطع النقطة الثانية هلا بالحوم هلا هلا لا بس صارت أول مرة أعزمها أنا أشكر جمهوري لا أنا أشكر طبعا المتابعين اللي ضغطوا على أحمد حتى يحزمنا العالم يدز رسالة شفت أزمة هذا الجمهور حسن ربي يحفظك إن شاء الله طبعا حسن يقول أنا من رجعت من الإصابة مالتي ما فرحان فرحة اليوم والله نورتني أبو حسن اليوم بعد أمر وجهناها الطيب أيوة والله شكرا على هذه إياك أخويا من المرجوحة مالت أحمد بس شو أي لا سبيك يوم المرجوحة مالت أحمد مرتاح اليوم حصلي أنا ميسي عوف السناب مالتك ما حبيبي عوف المعجبات ما يحب الإعلام ما يحب الإعلام لا ما يحب الإعلام بس الكواليس اليوم أحلى يوم بعمري يا أحمد عازم طبعا أشكركم أني ضغطوا على حمودي تعزمني وهو جاي ياكل وإحنا ناكل أبو جنات ليش ما تقوله؟ قلت أخوي يا واحد قلص يا الله يا الله ضاعت يا المصلاوي الله هلا 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 هاي السمك محمد جايبه طبعا محمد مو احمد احجز صدق احمد السمك شوفوا محمد جابه يعني الباكر راح اجيبها الباكر حصني راح اجيب الباكر احمد علي بس تمت امجد عطوان يقول شاشف سواها همجد يطلع من همجد لا ما يطلع من همجد ما يطلع اهم شيء البيجامه يقولون اقول لك امجد عطوان يقول ايش عجب سواها امجد عطوان ايه اول البارحه يحكي عليك والله لا والله ما حكي عليك سكسوكه مالتك خبط شامر خبط هاي الباكر هم جابها حصني حطها يستاهلون الولد خليه يستاهلون الولد هاي علي من هذا الشيخ جابه لا هو احمد ابراهيم احمد يسوي على البيجامه يقول منين مشتريها الثلاجه مالته فارقه ما يدري اشوفكم بس خيار ولبن ها شلون الشيخ تحت ماشي خطيه والله ابن عم الدين ابو سيف قادم على السمك رحمه الله عزيز في القصرين حبيبي هاي ميسر هاي ابو صالح ما عندي مشكله لك بليه هاي الكبه مصلاويه هاي الكبه هاي من مسويها ام جنات اكيد ام جنات والنعم بركه اقول لك ما شوفكم الخوري المتابعين سويت انت حسن قاعد خلي نشوفه مجازة حسن قاعد حسني اخوان هذا قوري مال احمد مال شاي اللي يجي يمه يعني ما يشرب بالاستكان حط شكر حسني اشرب قولي مال شاي هلا بحيدور هلا تعال شوف حيدر جايب يا اهلا وسهلا جوه انزل مخلة سوي جوه هذا القوري مالت احمد هذا كله الشاي كله احنا بيه هذا الشاي كله بيه كله احنا بيه خلي شكر اشرب حسني اشرب هاي فاضحني خذ راحتك خذ راحتك هاك احمد ما يقدر يشيل القوري مالتك ثقيل ثقيل
إيهاب الحبيب. تفضل تفضل تفضل. عافية أبو جاسم عافية. والله العظيم قصرين إحنا وياكم. ربي حفظك ربي حفظك ربي حفظك. ألف عافية ألف عافية. صور حسني صور صور. إن شاء الله بجنات كل كله فضلي. أبو جنات. منافق هذا حسني. درجة أولى. ليش يا حبيبي؟ أيوة الوالد. بسم الله اللهم صل على النبي. هلا بحيدوري. يا الله رحمة الله. ولداني عازمهم. ما يعزم اليوم. صحة. مشتاقين. أروح عازم العمارة كل هاني. والله والنعم. هلا. شلونك؟ صاصتك. أروح عازم العمارة كل هاني حيدوري. وين العشية؟ حيدوري. شلونك؟ شخبارك؟ حيدوري حبيبي. مشتاقين. طيب. أنا عازم أسيج والنوب اثنين. عازم أحمد أمي. هو أحمد عازمنا. بس اليوم عازم الولد كلهم هاني. انت عازمهم؟ انت خسره. هاي اربع سيارات جوا شباب. اي هسه اول مره بالتاريخ. حسني يصير منافق. حسني ايمن فرحان. والله فرحان. والله فرحان. قاعد احب احمد اجي. محمد ما يعرف الاسلام. محمد ويا هاي والله ساد التليفون. والله العالم حمود. يلا شوفه ما جاء. شنو خلي نشوف امجد عطوان. عطوان شوف امجد سكسوكي نواف الدمياك. هذا منو هذا؟ ابو خلد. حمود حبيبي خلد الحوض. سطر عدل سطر عدل. معزب والله معزب. سطر عدل. ما الايمن هاي العزيمه. لا مو مالتي. انت شو ما خاف من ذي؟ على بسامه من هو؟ قطع البنزين ولا معكم من احمد تعال. انت ابو البيت حيدوري. الله يسلمك. والله انت ابو البيت. لا بس اسمك محمد جابه بن عمي. وين قاعدين احنا؟ مضيفه. اي اول مره انت شفت القوري مالته؟ هاي قدوته. لا والله ما كبرت. ما كبر القوري. قاعد يجي هاي الشربايه مالت احمد نوبات من يضوج. وهذا الدب مالته. يعني صدق كذي محمر صغير وانت؟ نروح لبشار. ليش ما اجي بشار؟ تجيبه وجهه. لا بشار رسل. كورونا؟ في كورونا لا. شو اسوي له هيك؟ احمد شنو بشار جاء؟ بشار لو قابل بشار. قال لي حيدر جا لي مطر عليه. قلت له ادري قمر عليه روح عند اهلك. والله. لا كل شوي يجي بشار. هلا بالبيجامه. بالبيجامه. مازن. اقول لك ليش ما عزمت مازن فياض؟ ها؟ ليش ما عزمت مازن؟ انت بضحني ابو ضحني. ليش ما عزمت مازن؟ ما حد يدري. ليش ما اول شيء حصني انت ما خبرك انا عزمته. جيت على مودك انا. الله يحفظك. انت ماكو فرق. لا اكو فرق. حاول تصرف. حاول تصرف. حصني تراني قلت لك محمد انا ذكرت بيك انت محمد. الله حبيبي انت. والله انك لسه بجنات امك. حسني جامله جامله. تعرف ذاك يوم من ذكر ويوم من ذكر. جامله. حضور الله بالخير. الله يحفظك. نورتني اخوي. والله طيب انت حبيبي بس البجامه. زين طلع لي طلع لي البجامه. يا اخي يا ابو جاي يقول منين مشتري هاي البجامه احمد؟ منين مشتري هاي البجامه؟ خليه سكت تقول لي تعالون علي مو زين. بس بشار يقول ليش ما عازمني هاي جاي يقول شد. لا والله شنو يقول حسني يقول كورونا. قول له تعال. قول له تعال. شايف فلسطين؟ اي شايف فلسطين. قول له تعال تعال لحق. تاخر ما يقول. لا 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 تعال لحق. تعال لحق لحق لحق. صيحه صيحه. قول له تعال بشار حبيبي تعال يلا. معزوم بشار. شنو خبرك حتى انت؟ ما خبرك فاتح بث ثاني. قول له تعال. ما عندك قصدي؟ بشار تعال يلا. فاتح بث ما خبرك. وانت دراوي خطيش ما عزمني. لا انت دراوي قلت له قال ما نادي نادي بعد النادي. فاتح بث ثاني. فاتح ثاني. فارس سايق فارسنا اقدر احكي بايشنا بايش معزوم يا حسن. هلا هلا ابو جنات. عم الله يكثر خيرك ابو جنات. طب طب جو طب طب جو يعني ايش في محمد هنيدي. عم الله يكثر خيرك ابو جنات. عافيه مخلد. عافيه 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 مع والديك مخلد. تعال عافيه عافيه عافيه. طيب مخلد. طبعا انا اشكر متابعيني. تدري ليش؟ حسني ما ضغطوا. هم ضغطوا على احمد ضغطه. من القلب من القلب من القلب. شكرا لكم. حتى احمد عزم جاي. اوف الاسنان اوف الاسنان. والله والله عارف يافي احنا. تعال بس نقعد. يلا يلا شده. اشكر متابعينا. هم ضغطوك. من هو متابعينا؟ والله ما حمد احمد. شو كنت تعزمنا؟ خادم. ايوه باكر يمي بس بدون. عزمت ايمن راضي؟ بس بدون بث. لحد لحد لحد. باكر اجيب الشرقية اتصور. يلا يلا بدون بث. يلا بدون بث بعد. ما ايش انا قالوا حتى. شنو؟ انا عم ادمن.
ألقوني مالت أحمد. أحمد وين جداها؟ بقول مالت أحمد بعل بعل طباخ مالته صدقتي آه زين ولا قوي ها بعد ما شغلتها بعد لما باكر اروح اجيب اللشه مال الطلي اللشه مال الطلي باكر اجيبها ايش رايك بالعافيه حسني بالعافيه ميسي بالعافيه حبيبي العافيه مصلاوي العافيه مصلاوي مو وياه يطبخ الدم الدم الحين حصني ترى الدم الحين ما صور ما اكل ترى احمد ما اكل السمكه من اكل هاي حصني من اكل هاي السمكه ضميرك لا تقول لي ليش احبك انا؟ ما ادري صريح ارجع عطوني احمد خلني اروح اجيب قوري من الجيران اروح هذا ما يطول رايح اجيب قوري من الجيران وارجع شنو قال لي اروح اجيب قوري من الجيران يلا هذا كفي كفي لا ما يكفي مصاري هذا كلاص بس لك تعال تعال بجي دريه بجي دريه بس نجيب قوري من الجيران شوفوا يا رهيب آه حسني شنو بثمانية ونص مو بثمانية ونص روح جبنا قوري من الجيران الفقر شبيك ما تشتري قوري شبيك بس ما متعلم أول مرة تعزم بالبيت مالتك هاي آه جبنا القوري من الجيران ها آه قدامك حسني حسني ها آه القوري من الجيران هذول السوريين خطية هذول السوريين هذا همزه بيت عصام يوم ايه بيت عصام هذا مباشر ما يستحي خريطتني يا ايش لا يا احمد الموضوع جلال احنا محتاجين البعض يبيت احمد 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 خريطتني يا ايش صدق يسمعك ما انت تقاوم حسني تقاوم حسني ما يقاومني رحم الله والديك ملهم على القولي هذا هسه هذا يكفيهم أربعة وذاك واحد خمسة باقي يشربون عصير باقي يشربون سودة تعال حسني تعال زين بس والله حسني مخليهم هين هذول خيرين مخليهم أحلى شيء بسرعة 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 يفوت لا ما راح خلينا ما يحار قبل جبت لابس بنطلون وقميص فقال لي ايمن بس قلبيه ماتي ما الله ودك يا احمد يا اخي هذا متت متت الشاي احمد الشاي الشاي القوري 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 وقف شلون حسني شو خبرت الشط على عمودك ها شنو يا حسني افكك تسبح بها تسبح محمد طيب ميسي البسها البسها ميسي البسها البسها ايش بيها احمد
ادري ها ما تحمل شو بسرعه فار ما ادري رحم الله والديك خيرية أقول خاف خاف يطق هذا أقول لك حصني هذا خا ما يطق هذا الشيء جبناه القوري مال خيرية لا معلش ما يطق؟ لا معلش بالعافية حيدوري الله يعافيك حياتي فد بك قلبك أمين خادم عزيمة عزيمة أحمد لا أمان تطلع عزيمة أحمد عزيمة أحمد واحد يحكي الحق والشاي عزيمتك بس شوف القوري لا هاي صار قورية قوري ما تطق هذا مال حامض وهذا مال هيل هذا مال هذا مال حامض اي هذا مال حامض لا مال شاي هاي من خيرية من السوري ذول الجيران ولا انتبه هذا تنحدى خمس دقائق لا هو هذا؟ راح يصير لك حصني خلي شاي انا ما اعرف اخلي نسبة الشاي احمد ها يانا الشاي يانا والله زين هاي شيء هاي من خيرية هم من خيرية حصني سوي اثنين اثنين نخلي بيهم اي هذا طيب اوكي هذا بس لي هذا بس لك شوف انه شكر هذا ملح ها سويت لنا شاي بالقوري بالقوري ها اي اخوي اي ها البس لي شيء حرش ليش وين طب حافي اي حصل حافي حافي على الله بس غير حلو هاي شحاط مريح الكافي على الله ما ضاعنا شاي خلاص شاي هذا تجيب قورة كبير شوية حسني نبات عقيد بدي حسني خلي شكر قبل بدي القورة حسني قبل لا حسني لا خاشوقة هم هاي خاشوقة هاي إيه هاي خاشوقة حطيت وايد مثل علي راح يصير تغيير؟ آه، مطبخ والله بالحموق تدور على طول هذا هذا أحسن مارا بالعراق لا هذا هازارك هازارك نعم نزيمة مالك اليوم كله خارج غدر تجيب إياه؟ إيه هذا الشاي هذا هذا لك وين؟ إيه بس اليوم بعد لا تخلي فور زايد حط شكل فوق حط شكل عافية حيدوري عافية رحم الله والديك على العزيمة هذا مال محمد المصراوي الأصيل جاب لك بابا يستاهل يستاهل خلد مخلد رحم الله والديك حبيبي بارك الله بيك حبيبي ها ترقب شاي حصني حصني البس حصني البس تعال سباحة حصني اللي جيت هذا يترسل او ما يترسل القلاه هذا وين النص هذا ما يترسل هذا محمد خليني شكر هنا بعدنا غير هذا ما ادري صباح شاي ما قالته ما يدعو على سخان على كهرباء سخان على كهرباء لك شنو هذا ما سلام هذا ايش طيب شيخ شيخ كافي شكر حصني فار فار خل شوف بس المتابع انزل انزل تعال فار فار بالبرنامج اقول لك هذا انترس ما انترس يلا حصني فار كافي فار حصني خلي شكر بيشرب حصني هذا بعده هذا حصني لا يطق حصني هذا ما تكفيفه هذا ما يطق والله زحمه من عصام خلي بي شكر نشرب خلي هاي مو هاي حصني شغلت بابور حصنا انا اقول خلي بي شكر قبل خلي بي يشرب جي يا غلا لا لا عافيه هذا مخروط هذا حامض شاي حامض محمد يلا تسوي شوي يلا ما خلي واقف خلي احط لك احمد والله خوش مقترح قالوا قالوا المواعين قالوا قبل شو اسمه قبل ذبوهن شو يسوون بهن ليش
ذبوهن هاي ها؟ قالوا احنا نشتريكم، قلت لهم بارك الله فيكم. نعم ماشيين تاكل بين نعمة؟ احنا نسوي بين. نعمة. مين يعطيني شاي؟ يلا حبيبي هاك. والله والديك. وقف خليني احط لك شكر. طيب. بارك الله فيك حسني. والله والنعم. قهوة عزاوي. زين جميل. وقف احط لك شكر. شكر بعد احط لك. بابا مخلد وين بابا مخلد؟ قهوة عزاوي ها؟ يلا محمد وعبوي روح اغسل المواعين يلا، حصني شنو على محمد؟ محمود يلا 17 راح تروح بعدها بيع هاي بعد ها؟ لا شوي تقارب لا محمد صالح راح يمثل فيلم ويا محمد هنيدي ادعوا له يا شباب ادعوا له بالتوفيق لان كله تاكات وواحد يعطي تاكل لاخوه محمد هنيدي الله يوفقه ان شاء الله الله يشتاق يشتاق مو ردلت تاكل محمد هنيدي ردلت تاكل محمد هنيدي مو مدري كذا محمد بارك الله فيك لا خربنا سوا يمكن العادل ما بدايته خربنا والله بارك الله فيك حمودة حبيبي خربنا والله بس حاول اكو اشياء جديده راح تصير بيناتنا ما نخرب ما نخرب مثل الهيل عياض الله وكيلك حصني حكي بيناتنا الشاي بالغوري مال احمد اطيع اه هذا ما تصادف لا تخلي شكل لا تخلي الشاي هو بيدك تصادف هاي ما تخيريه اه تحسه مو انا هاي ما دلال دال ما دلال زين خوش والله طيب نفسك طيب انت وحصني طيب انت شنو لا تطلع محمد ابو مكسب والله ما سوى شنو؟ اي ما سويت شاي؟ حصني انا بس خليت مي، واحنا واحد يكمل الاخر. آه. انا اخلي مي، إيه. خلي شاي، أوري. محمد يصب. اوريخ 15 تريح لي، هو كله نص سكر. احمد راح يجيبوا لنا مواعين كسرها كسرها لني. اسمع احمد والله نزلوها لا روبر شنو؟ شنو؟ على مودك منزلينه بس يقلب مني شايف حصري راح نشوف احمد شو يسوي ايه وهذا احمد هو بجامته حبيبي شوف هذا لحيت على البيجامه نسيت كامل مو والله لحيت على البيجامه والله جاي يسوي احمد زين والله جاي يسوون حبيبي مشكورا لحيت على البيجامه لحيت؟ ايه شو وين صاير وين بس الاثنين وانا ولد لا اقول لكم مال بنات اه والله عادي اشتريها وحده لا هي تشتريها هي رحم الله والديك شيخ حبيبي رحم الله والديك ها؟ عادي هي مال نوم ما امشي اخ يا الله هسه مرتاح حصني هسه واحد اسمه هسه راح شنو حصني اللهم ها هسه ارتاح قلبي وانت اللي يا دربي ها وكل شويه ابو داعش شنو بدك تنزل معي حصني يا هو اي والله لحيت احمد احمد بجامتك مين بيشتري هاي البجامه ما ادري والله يا اخي احمد احمد البجامه يا امي ماكو اليوم ماكو وحدنا بالبيت اليوم احمد عزمنا اليوم هو مسوي الاكل اليوم مرتاحين والله بس حاره الشاي يخبط الورق صدق والله الشاي يخبط الكعبه يخبط نفسك طيبه هاي والله نفسك والله لا شوف ممكن واحد احنا مساعده واحد خلى المي حصني خلى الشاي ميس صاب هو يقول لك امشي الهداوه ما النار من النار من كان على النار حصني على النار تعال كيف حصني هسه ارتاح قلبي ها منو احمد ما عندك انا جبت لي اياها هاي هوبي شنو وينك منك انت ايه يا ريد بجامعة احمد عفو التليفون ميسي عفو التليفون لا عفوني صاعدنا بالبيت شو يلا افتح شو نصلك ادخل يلا عفوي لا لا جنة على احمد شيخ
شيخ حبيبي وينك؟ هذا احمد، احمد ابراهيم ما عزم بايش، قلنا لازم بايش ما عزمه. والله لحينا عليه ما قبل انا وينك. اي لحينا عليه كلش لحينا عليه. شيخ تليفونك وين؟ احمد البيجامه ليش مشتريها ومن وين؟ نبغى حسين. هذا اكو مجمع بزيونه صراحه اشتراها من عده. يا شيخ هذا خليه بيتكم ورا فرايد تشيكن. يا حيدر اي الاسواق مالتك شو اسمها؟ بيت الصغير. بيت الصغير هاي البيجامه تلقونها بالبيت الصغير ورا الفقمه ورا اسواق الفقمه. ايه بيبيع البيجامه. ايه بيبيع البيجامه حبيبي. يلا يا بعرفته. اثنين. هذا خاطب. هذا متزوج. والله لا. كذاب. هو كذاب. 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 بس أي خاطب. آه لوتي. يا خاطب يا قح. هذا متزوج وطبيب خاطب. متزوج وطبيب خاطب. أحمد. 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 اشوفك والله بالغراك اشرك. احمد اكو شخص زعلان يقول لي احمد ابراهيم يراضيني. راضي اليوم ان شاء الله. ها افتح لنا سلك مو متنا. احمد احمد متنا ترى. احمد اكو شخص زعلان يمكن جاي يشوف البث. ها؟ أه؟ حلوياته هاي؟ ايه؟ امور طيبة. امور طيبة؟ بديتك انت وبجامتك. بديتك انت وبجامتك. لا تعبي يا عم. والله ما يقولون. اسكت! بالقران تقب! حسني! علي خلي 16. حسني لا متزوج لا خاطب. لا لا كذي لا متزوج لا خاطب. يمكن مرتبط يمكن. مين مرتبط؟ مين مرتبط؟ كش ماكو يحب بس يحب الشيخ 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 متزوج ربي يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. لا الله يخليك. ليش؟ ليش؟ كابتن أيوب؟ ليش؟ شاي أحمد شاي أحمد والدك ما شربنا. شو قضيتك؟ والله زحمة. والله زحمة. خاف الجمهور ما يدري. أنا حسني هو يحكي الصدق. حيدوني لا ما متزوج. لا لا بكرة ما متزوج. إن شاء الله الثاني. إن شاء الله الثاني تستاهل. الشيخ شيخ حسني متزوج؟ كيف متزوج؟ يقول لك يوم راح الموصل شو يسوي؟ على على سد الموصل؟ الطير الطير راح يتزعج. تعال كافي تعال كافي انا هسه اوفي ماكو ماكو اريد استراليا سويدي من فين؟ مرتبط بها؟ مرتبط لا لا ما عندي ما عندي. شو عندك؟ اريد اخذ صديقتي. منو؟ اخذ صديقتي. انت تدري شو؟ حصي سويدية من ليت سويدية؟ ليت من العراق. نرجع وين احنا؟ وين؟ للبيجامة للبيجامة للبيجامة. لا هنا ابن عمي. ابن عمك. ابن عمي بناس فقره احنا وين احد يعرفني. هذا رجال طاش ومعروف شي ما يقدر يسوي شي. صديق احمديني. صديق احمديني. تعال انت مو حكي ذاك يا احمد هنيدي. ايه محمد احمد الله عليك سولف لنا على القصه مال احمد هنيدي. داك تموت يا باش منافق انت. لا يحكي علي يا احمد لا يحكي علي. وروح وداعك امي حكي عليك وقال اليوم عنده لعبه ما احكي باكر افشه. وداعك امك وامي. خلصت؟ خل انا قلت له وانا قلت لك دجتك اياها. اذا صدق انت حاكي وروح ابويا. لا تنكر لا تنكر لا تنكر لا تنكر. احمد 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 الجامل احمد الجامل احمد رب المجاملة. احمد صار شيء جامل.
تعال حبيبي مباشر والهب الابدي احكي اسال حبيبي بالعافيه حبيبي حسني والله يعافيك خاطب مو خاطب فاي جيت ايش تسوي؟ لا ايمن فاي هبشون باعي يختلف عليك باعي ايش تسوي؟ على هاي اي عشان يا احمد هاي شاي ايمن تعال صور العضلات صور العضلات صور وينه يا شو العضلات يا ابا جالة المشاهدات قالوا شنو محمد يخاطب حسني الف الف مبروك الف مبروك لا طلق يا ابا طلق طلق ان شاء الله يوم لاحمد ابراهيم يتزوج يشوف العريس ان شاء الله طال عمي عندي ام جنات سوتني وما بيها الله على الحب الحب لا الحب يا تشبيك انت حسني حسني هذا الحب اللي اقول لك عليه احمد صيد ما يصير نفس احمد ليش تنكر صدق ليش تنكر انت ما تصير نفس احمد هسه يقول لا هذا قال الحب الابدي لا عمي لا خاطب ولا شيء منافق منافق هاي نفاق هاي نفاق يسمونه نفاق شنطاك 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 حسني شنطاك شنطاك احمد يقول اشرب وانتعش يلا حسن خلينا نشرب اشرب هذا يلا يضرب اللحم انا ما قلت لحم كذب 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 بين هاي تحبك كذب كذب يا عمي كذب ظل لحد ظل مسرقه ظل يدز رسائل وما يرد لك ظل جي يقرقر والله كذب ودول منافق ابو جنات ابو جنات تعال 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 صحيح تعال صحيح بعد لا تزين تعال 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 شاي اسوي لكم حصني قال وريت شاي هلا طريقة الهلك شوفوا مستقبلي شوفوا مستقبلي الولد خاطب ويحب يحب لطيبته بس شنو يستحي ويقول يعني هسه مو مثل ابو جنة قال لا انا مالي غير مجنة وللموت على الموت يا خيي يلا بالله لك الله يسعدك